في البداية مبروك لك تأهل الكاميرون إلى كأس العالم. ما رأيك في الخمس فرق من إفريقيا التي تأهلت إلى كأس العالم؟ كأس العالم لن يكون سهلا وصعبا للغاية. فريقنا عمل عملا جيدا للغاية للتأهل إلى كأس العالم في قطر. الخمس فرق الإفريقية التي تأهلت قوية جدا، أتوقع منهم عملا جيدا في كأس العالم. قطر هي الآن تستعد بشكل جيد، وسيكون كأس عالم منظم، ونتمنى لكل فرق إفريقيا التوفيق في قطر. الماتش انتهى والكاميرون تأهلت لكأس العالم، الجزائر خسرت، وهذا حال كرة القدم. لن تستطيع الفوز كل يوم. لو أي فريق آخر انتصرت عليه الجزائر سنحترم هذا. انظر للبرازيل، عندما تخسر فهي نتيجة وتتقبل نتيجة الخسارة، هذا حال كرة القدم. أعتقد في رأيي صلاح أفضل لاعب في إفريقيا. المشكلة الوحيدة لصلاح عندما لعب أمم إفريقيا مع منتخب مصر، هو لم يلعب نفس لعبه مع ليفربول، أو نفس مستوى اللعب غير موجود، لا أعرف لماذا، لكن في مصر يلعب أفضل في وجود جماهير مصرية. الجزائر ومصر أحبهم جدا، وهما أيضا يحبونني. بعض الناس تحدثت بشكل سيء عن الكاميرون بسبب وصولنا كأس العالم. الآن ليس لدي مشكلة، الكاميرون في كأس العالم، المشكلة انتهت، ويجب الآن نعمل لإفريقيا فقط.